ملكة جمال لبنان السابقة واللي بتبقى ساندرا رزق. اهلا وسهلا فيكي مجددا بالكواليس. هاي ما اشتقت ولي؟ اكيد اشتقنا لك والجمهور اشتاق لك. ويك اند انا اشتقت كثير كثير للكواليس. كيف لقيتي هيك لما ظهرتي من سيلبرتي دواتس، كيف لقيتي تفاعل الجمهور معك؟ كثير حلو كثير حلو، والعالم كثير حبوا الاطلالات وحبوا الكاركتر يلي انا كنت فيه، وفي تشجيع كثير، وفي منهم زعلوا انه فليت، في منهم قالوا لي انه اتس اوريدي انه سمثينج فيري بيج انه انت وصلت لهون، بقت واز فيري نايس يعني، وانا كثير مبسوطه الحمد لله. ساندرا، نحن والجمهور عبالنا نعرف شو في لل 2018 بعد خطوه سيلبرتي دواتس، وين رح نشوفك؟ في شغل بمصر، في شو وفي مسلسل. سو الشو مبدئيا مش الحال خلاص، بس المسلسل اللي عم بدرسه لانه لازم اعيش فتره هونيك، بقى بصير بنزل وبطلع لبنان، سو هيدا شوي انا مستصعبته. وفي كمان مسلسل بلبنان بعد رمضان. حلوين المفاجآت يعني 2018. ايه حلوين يعني، ان شاء الله 2018 تكون من احلى سنين يلي ان شاء الله ان شاء الله يا رب، من احلى سنين يلي ان شاء الله ان شاء الله. ساندرا ثانك يو، اول ذا لك لل 2018. ثانك يو، ميرسي.